شركات وأبنائي وبناتي طلبة وطالبات التخصصات الزخرفية تخصص الزخرفة والإعلان. النهاردة موعدنا مع حلقة من حلقات مادة المعدات، وبإذن الله بنستكمل الجزء اللي احنا بدأناه في الحلقة السابقة اللي كنا بنتكلم فيه على معدات الطباعة الغائرة. في الحلقة دي هنتكلم عن نوعين من معدات الطباعة، هنتكلم على معدات الطباعة البارزة، وهنتكلم على معدات طباعة السلك سكرين. طبعا الطباعة البارزة احنا اللي هنتناوله هنا الطباعة البارزة الفنية، اللي هو اللي يعني بيسمى في السوق يعني اللي هو الجزء اللي بيكمل الشغل الخاص بالجرافيك، ان انا اجيب سطح خشبي وابتدي ان انا اخد السطح الخشبي ده واحفر عليه واخلي الاجزاء البارزه فيه هي اللي هتاخد الحبر وهي اللي هستخدمها في الطباعه، او استخدم ده على سطح من اللينوليوم. برضو واحنا بنشرح المعدات هيتخلل ده رؤيتنا لبعض الفيديوهات اللي بتشرح لنا ايه هو مفهوم هذه الأنواع من الطباعة، سواء كانت معدات الطباعة البارزة أو معدات الطباعة الغائرة. أول حاجة هنبتدي بيها معدات الطباعة البارزة. معدات الطباعة البارزة لو بصينا على الشاشة عندنا، عندي ترابيزة مزج الأحبار أو منضدة مزج الأحبار، دي بتبقى ترابيزة من الحديد أو الخشب عليها قطعة من الرخام الأبيض بيتم على سطحها الرخام مزج الأحبار، ولابد إن احنا ننظفها كويس بعد العمل عليها مباشرة، ولكن تم استبدالها في الفترة الأخيرة يعني أجزاء تانية بتكون من البلاستيك القابل للتنظيف. ونقدر نشوف في الفيديو ده كيف يتم مزج الأحبار الخاصة بالطباعة البارزة على قطعة من الباغ أو البلاستيك، وإزاي بيتم يعني نقل الحبر على السطح الطباعي. لو بصينا في الجزئية دي هتلاحظوا ان هو عمل ايه؟ عمل عملية تحبير للرولة اللي هي الرولة الاسفنجية او الرولة الكاوتشوك، اللي هو بيعمل بيها تحبير لطبقة البارزة الطباعية اللي بتكون موجودة في الشابلونة اللي احنا هنستخدمها. طيب عندي ايضا سكاكين فرد ومزج الاحبار، دي بتكون زي سكاكين الباليتا وزي سكينة الرخامة وسكينة المعجون، وبتستخدم لمزج الأحبار طبقا لكمياتها، يعني كمية قليلة هستخدم سكينة باليتا أو سكينة الرخامة، كمية كبيرة بستخدم سكينة إيه؟ معجون. اسطوانات التحبير شفناها في الفيديو اللي فات، عبارة عن جسم اسطواني من المطاط الطبيعي أو السيليكون أو البوليورسان، مقاومة للحبر والمذيبات، يعني لما نيجي نغسلها وننظفها من الاحبار اللي فيها بالمذيبات ما بتبص او بتدوب او بيحصل اختلاف في الشكل بتاعها او بتنبعج، وهي ذات مرونه ارتداديه يعني مرنه، ومقاومه للاهتراء يعني مش بتدوب او التمزق، بتدور حوالين محور ليد يمسك منها. اسطوانات التحبير ليها مقاسات مختلفه، احنا شفنا مقاس منها، ليها مقاس صغير وليها مقاس كبير بيبقى في حجم الرولة الكبيرة، وتستخدم في فرد الحبر الطباعي على اللوح المعدني. ادي اسطوانة التحبير زي ما احنا شايفين اهو، ادي الاسطوانة دي بتكون من المطاط او البوليورسان، هنا دي الجلبة المعدنية الجزء المعدني المحوري اللي هي بيخلي الاسطوانة بتدور حوالين نفسها، ونصاب او يد من الايه الخشب القابل للتنظيف. عندي يعني حاجة اسمها لبادة ماكينة الطباعة. لبادة ماكينة الطباعة قطعة سميكة مصنوعة من اللباد، حاجة كده زي القماش، بمقاس بيناسب لوح المكبس واللوح المعدني.
وتستخدم كسطح غير قاسي فوق الورق، يعني بتخلي المكبس يبقى حنين على الورق، عشان المكبس لو كان شديد على الورق ممكن الورقة تتقطع أثناء عملية مرورها من تحت المكبس الاسطواني. نشوف شكلها كده في الفيديو ده. ادي الورقة اهو بيحطها، ادي اللبادة بتاعت الايه ماكينة الطباعة اهي، نستخدم اهي، ادي طبقة ماشي فردها كويس، وادي الطبقة التانية ماشي، وادي الطبقة التالتة، ودي اللي بتخلي ماكينة الطباعة اليدوية اللي احنا شايفينها دي وهي بتلف وبتضغط على الورق اللي بيطبع بتكون يعني حنينة شوية على الورق عشان تطلع كبسة طباعية كويسة في النوع ده من الطباعة اللي هو استكمال الطباعة الغائرة اللي كانت في الحلقة السابقة. اهو بيرفعه الطبعة الصورة، احنا كنا وعدناكم ان احنا نستكملها يعني. ماكينة الطباعة اليدوية لابد ان احنا برضو نشرحها. شفت انتوا شكلها عبارة عن ايه؟ الوصف الجانبين متطابقين في المقاس وفي الاجزاء، الا ان العجلة الدوارة اللي انتوا احنا شفنا العامل بيلفها دي بتقع على الجانب الاول، وكلا من هذين الجانبين عبارة عن كتفين بيمر بينهم الأجزاء التالية، مسمار ضبط الحركة يقع بين الكتفين دول ويتحرك لأعلى أو لأسفل، فالأسطوانة بتعلى لفوق أو تنخفض إلى أسفل، مجموعة تروس الحركة اللي بتنتقل خلالهم حركة الدوران من العجلة الدوارة اللي كان العامل بيلفها بإيده وينقلها الى الاسطوانه السفليه ايضا، لان في الاسطوانه العلويه اللي احنا شايفينها دي في تحتيها اسطوانه سفليه. العجله الدواره على الجانب الاول عباره عن عجله كبيره تدار باليد لتحرك مجموعه من التروس. نيجي مجموعه الوسط وهي الاسطوانه العلويه اللي احنا شايفينها من الصلب، ويرتكز طرفي محورها في حلقتين داخل مكعبات المحاور العلويه، بتاخد حركة الدوران بتاعها بالتلامس مع لوح الماكينة. وعندي الاسطوانة السفلية بنفس مقاس الاسطوانة العلوية وبتاخد حركتها من مجموعة تروس الحركة عفوا وعندي لوح الماكينة وهو من الصلب السميك المستوي تماما، عرضه مساوي لطول الاسطوانتين وهو يرتكز على الاسطوانة السفلية عشان ياخد الحركة بتاعته منها. الحركة الميكانيكية للماكينة زي ما احنا شفناها عند إدارة العجلة الدوارة بالإيد بيدور معاها مجموعة التروس، وبالتالي الأسطوانة السفلية بتتحرك فوق لوح الماكينة الحامل للوح المحفور اللي هو المفروض إن احنا هنطبعه، والورق أيضا وقطعة اللباد اللي بتغطيه اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات، ونتيجة للتلامس ده بيدوروا مع بعض في اتجاه عكس الاسطوانه العلويه، فبيحصل الضغط المطلوب على اللوح المحفور والحبر بينتقل من الاجزاء الغائره الى سطح الورقه. طب بنصين الماكينه دي ازاي؟ بننظفها بعد الانتهاء من استخدامها مباشره، وبنزيت ونشحم مجموعه التروس والاجزاء المتحركه. نيجي بقى نبتدي نتكلم على معدات الطباعه البارزه بالطريقه اليدويه. يعني الجزء اللي فات ده احنا كنا بنتكلم فيه على ايه؟ بنستكمل فيه الجزئية الخاصة بالطباعة الغائرة بتاعة الحلقة السابقة اللي احنا لابد ان احنا نرجع لها عشان نستكمل الجزء ده. من هنا من بداية الجزئية دي احنا بنتكلم على الطباعة الايه؟ البارزة. الطباعة البارزة بالطريقة اليدوية وهي طباعة او نوع من انواع الطباعة الفنية اللي بينفذ فيها الحفر على مسطحات من الخشب، بتبقى المسطحات دي مقطوعة في اتجاه الياف الخشب، وبنستخدم في الحفر ادوات وسكاكين صلبة من اجل ان احنا نعمل تأثيرات ملمسية وابراز الخطوط الدقيقة.
طب ايه الادوات اللي احنا بنستخدمها في اعداد القالب الخشبي؟ واحد، سكينة القطع تصنع من الصلب وهي حادة، نصلها مشطوف وتستخدم في تحديد الاماكن المطلوب ازالتها من سطح القالب، خاصة اذا تعارض التصميم مع اتجاه الالياف الخشبية للقالب الطباعي. الحركة الميكانيكية في الطباعة البارزة، عندي تاني حاجة سكينة القشط المسطحة تصنع من الصلب وهي حادة، ولكن زاوية ميل النصل مع السطح الطباعي متنوعة، وبيتم شطف النصل بزاوية بتستخدم في إحداث تأثيرات دقيقة، ويتم المحافظة على السكينة نظيفة. وعندي نمرة 3، سكاكين وأدوات الحفر على الخشب العرضي المقطع. عرض المقطع يعني الألياف بتاعه بصورة عرضية تشبه المستخدمة في القطع الطولي، ولكنها مصممة بأشكال متنوعة نتيجة لتنوع الخطوط التي تحدثها في القالب الطباعي، وتتميز هذه الأدوات بإحداث تأثيرات وتفاصيل ملمسية. هي دي اللي هي الأدوات المستخدمة في سطح الطباعي أو إعداد السطح الطباعي الخشبي، سواء كان الطولي أو العرضي المقطع. ويعني هي تشبه كده الأدوات بتاعت الأيماجي، حتى الدقماء اللي فوق ده اللي هو بيتم الدق بيه على إيد الأزاميل المتنوعة دي، بيشبه بالظبط برضه نفس اللي بيستخدمه الصنايعي اللي بيدق القيمة بتاعة الصالونات اللي احنا عارفينها. عندي الأزميل بيتكون من إيد نصاب من الخشب أو البلاستيك، والنصل بتاعه أو السلاح بتاعه اللي هو ده اللي احنا مغطيين طرفه من فوق ده بكاوتشة، ده بيبقى من الصلب الحاد. وعندي هنا جلبة بتجمع الإيدين في الجزئية دي كده، تجمع الإيد مع النصل، وبيستخدم الأزميل للحفر على الخشب الطولي المقطع، ويتميز بأنها أدوات مفرغة ومشطوفة شطفا حادا من الخارج. الأزميل لها أشكال متعددة، منها الإزميل اللي هو شكل السن بتاعه من هنا شكل حرف يو، يعني ده هم كبرينه هنا، وده بيحدث تأثيرات عريضة، ويستخدم للحفر السطحي وإزالة المساحات الكبيرة، وهو على 3 أحجام كما يعني موضح بالأشكال اللي احنا شفناها. أزميل الحفر ده بيستخدم لإزالة وحفر الخطوط الدقيقة، وهو يحدث تدرجات ظلية ضبابية، كما يتميز بالحفر العميق وأيضا الرفيع. عندي أدوات بقى مساعدة برضو في الحفر، ودي أدوات زي أدوات الكهربية وأدوات يعني ممكن نقطع بيها، مجموعة من فرش السلك، درجات متنوعة من الصنفرة، موتور أو شنيور ذو سرعة عالية، وبكل ظرف بيركب عليه سنون وبنط مختلفة الأشكال، وذلك لإحداث تأثيرات مختلفة، وتسمى هذه الآلة الميني كرافت. عندي طبعا المسن أو حجر الشحذ أو حجر السن، وده اللي بيسنوا عليه الأسلحة الخاصة بالأزميل، عشان دايما لابد ان سن الأزميل يفضل حاد جدا وقاطع. وبيستخدم لسن الأزميل الأحجار الطبيعية زي الحجر الهندي أو الأحجار السيراميكية المصنعة ذات المسام الدقيقة، ودي بيتم عليها سن الأزميل بطريقة معينة، ان هو بيمسك سن الأزميل وبيحطه على الحجر، وبيحط على الحجر زيت، ويبتدي ان هو بهذه الحركة الترددية يسن سلاح الأزميل، ويستقلب الأزميل،
ويسن السلاح من الناحية التانية لغاية ما يحس ان الارميل اصبح حامي واصبح له حد قاطع. وكنت دايما اشوف الصناعية بعد ما بيسنوا الازميل عايز يجرب اذا كان الازميل حامي ولا لا، كان بيعمل حاجة غريبة قوي، كان بيروح ممشيه على خفيف كده بدون ما يضغط على ظفره، فلو ساب اثر يبقى كده الازميل ايه بقى حامي. كمان عشان نعمل عملية السن دي زي ما قلت لكم لابد كمان ان هو وهو بيعمل عملية السن يبقى مثبت الازميل كويس، الجزء اللي هو بيتحرك مع السلاح لابد ان هو يتحرك في اتجاه موازي واتجاه ترددي مع قلب السلاح لغاية يعني يستقلب السلاح وهو شغال عشان يزيل الرج. عندي بقى المسند بتاع الحفر، وده عبارة عن مسطح خشبي بيبقى بوصة يعني 2.5 سم، أبعاده 25 سم في 35 سم أو حسب مقاس القالب الطباعي، وليه حافتين عكسيتين من الخشب بارزين، وبيستخدم لوضعه على حافة المنضدة ووضع القالب الطباعي للحفر بالأدوات المناسبة لتوفير عامل الأمان وتقليل المجهود المبذول في الحفر والحصول على دقة ونظافة الحفر. آخر حاجة لوح تجهيز الحبر، ودي قطعة من الزجاج أو المطاط أو البلاستيك حط عليها الحبر لتجهيزه تشبه اللي كانت وريناها لكم في الأول الحلقة اللي هي برضو بيجهزوا عليها الحبر للطباعة الغائرة اللي كانوا بيمشوا عليها الاسطوانة المطاطية، وبكون مسطحة ولا تمتص الأحبار. عندي هنا سكين اللون، هي سكينة طويلة ومرنة تستخدم في نقل الحبر ووضعها على لوحة التحبير ومزجها بالمخففات وتجهيزها للعمل، وهي بتشبه سكينة الباليتا أو سكينة الرخامة زي ما احنا شايفينها قدامنا. دي سكينة الرخامة ودي سكينة الايه باليتا، دي الشبه بتاعها يعني. طيب وسائل وطرق الطباعة اليدوية اللي هي أدوات الضغط اليدوية، بيستخدم آلة تقليدية استخدمها جماعة اليابانيين عبارة عن قرص دائري من الحبال المجدولة قطر 12 سنتي ومغطاة بطبقة من البامبو، دي اللي هي الوسائل الطباعية اللي كان بيستخدموها اليابانيين في الضغط اليدوي، وكلا الأدتين بيستخدموا بعد وضع قالب الطباعة وفرد الحبر بطريقة متساوية باسطوانة التحبير طوليا وعرضيا، ثم بنحط يعني ورقة بتكون أكبر من مساحة التصميم وبيضغط على الورقة دي بأحد الأدتين. نيجي بقى لابد نعرف ايه هي الأدوات والمعدات المستخدمة في إعداد قالب اللينوليوم. طبعا زي ما احنا شايفين كده أول حاجة موجودة في الصورة اللي هي ايه؟ اللي هي مادة اللينوليوم نفسها اللي هتتحفر. اللينوليوم ده بقى نوع من المشمعات اللي هو مجهز بطبقة من الخيش على السطح الخلفي بتاعه، يتميز بالمرونة وسهولة الحفر عليه، ويستخدم النوع السميك منه في إعداد في إعداد قالب الطباعة، ومساحته بتكون مساوية لمساحة التصميم. هنشوف فيديو صغير كده بيشرح لنا ازاي بنعد قالب اللينوليوم. قالب اللينوليوم زي ما احنا شايفين كده، ده بيتم الحفر بهذه الطريقة وبهذه المعدات. ده قالب من اللينوليوم على فكرة، وبيتم الحفر عليه اهو وفقا للتصميم المطبوع. وفقا للتصميم ايه؟ المطبوع اهو. كل ده عشان يبقى عندي التصميم اللي هياخد الحبر بعد كده، وبعد كده هحبر الشكل ده واطبع بيه، ممكن اطبع بيه مجموعة متنوعة
من التصميمات الورق. وادي المسند بتاع الايه الحفر اللي هو بيخلي قالب اللينوليوم ما يجريش مني وانا بحفر عليه. طبعا زي ما احنا شايفين كده الفنانة اللي هي بتقوم باجراء عملية الحفر بتستخدم انواع مختلفة من الايه الازاميل الخاصة بالحفر، وازاميل الحفر باللينوليوم يعني بتبقى ازاميل حنينة شوية في الاستخدام بتاعها عن الازاميل الخاصة بالخشب. لوح التقوية اللي احنا قلنا عليه لوح من الكونتر، وده اللي بنقوي بيه الطبقة بتاعة اللينوليوم، وعشان ان انا يعني ايه اطبع بيها من غير ما يعني تتني مني وانا بطبع، فبالتالي تبوظ ورق كتير. لكن بلزق اللينوليوم على لوح التقوية اللي معمول من الكونتر ده، ويكون من كونتر غير قابل للتقوس، وبلزقه بغيره سريع. طبعا شفنا ادوات الحفر او الازاميل او الضوفر اللي كانت الفنانه شغاله بيها، وليها اشكال كتيره عباره عن اسنان مختلفه بتتناسب مع الاشكال ومع اشكال الحفر وزواياها اللي انا عايز يعني اشكلها. ولابد ان يكون ثابت في ايد الضفر، وفي نوع من الايادي يمكن تغيير الاسلحه وتركيبها ليها بسهوله حسب نوع الحفر. وعند التخزين بتغطى بطبقه من الزيت او الشحم عشان ما تصديش. ودي بعض اشكال الضوافر او الازاميل بتاعه الايه الحفر. نيجي نتكلم بقى على الجزء الثاني من الحلقة اللي هو بيتكلم على معدات السلك سكرين. السلك سكرين هو يعني أقدم نوع طباعة في العالم، طباعة السلك سكرين. طبعا الإنسان اكتشف الطباعة الأول باليد، كان بيطبع الأول بكف، يحط إيده في الدم كده ويطبع خمسة وخميسة على أسطح الكهوف القديمة اللي هو كان بيعيش فيها. يعني كنوع كان من الاكتشاف بيكتشف هو يقدر ايه يعمل ايه، ومن هنا بدأت الايه الطباعة. ولكن الطباعة الفنية بالمفهوم بتاعها بدأت في الصين عن طريق ايه، ان هم اول ناس اخترعوا موضوع الاستنسل، ان هم يجيبوا يعني رقائق معينة ورقة ما ويعمل عليها التصميم ويفرغه ويحطه على الاوراق او الاخشاب اللي هو عايز يطبعها، وبسفنجة او باي حاجة كانت متاحة ليه يطبع من خلالها. مع الوقت الجماعة الصينيين طوروا الفكرة دي، وهنشوف يعني ايه التسلسل التاريخي تم ازاي عشان نصل الى الطباعة السيرغرافية او طباعة السلك سكرين او الطباعة بالشاشة الحريرية. التلات اسماء هما لحاجة واحدة. زي ما هنبص كده اللي احنا شايفينه دي حاجة اسمها الشابلونة، وتسمى شابلونة لما يكون البرواز الخشب ده او الاطار ده مثبت عليه ايه قطعة من الحرير. هذه القطعة من الحرير مسامها كلها مسدودة في المكان الابيض اللي احنا شايفينه ده، وفي المكان الازرق ده المسام بتاعته مش مسدودة. فبالتالي لما بحط لون، اللون بينزل يطبع لي الشكل ده تحت. دي فكرة طباعة السلك سكرين، تشبه الاسطمبة او الاستنسل. ولكن هذا السطح اللي احنا شايفينه بيبقى من القماش الحريري او النايلون اللي هو بيبقى مسامه صغيرة جدا جدا، متعامد السدة مع اللحمة، وهنشوف ده كويس. طبعا احنا شرحنا اللي هي الجزئية دي، ان طباعة السلك سكرين تسمى الطباعة المسامية وتسمى الطباعة السيروغرافية، وهي تعني استخدام سطح مسامي يتم سد مسام الارضية فيه،
وترك مسام الزخارف مفتوحة فينفذ منها مواد الطباعة. تاريخها أول ناس استخدموها هم الصينيين زي ما قلنا، استخدموا ورق مقوى للرسم عليه، وحاول اليابانيين تقوية ورق الرسم فدهنوه من ورا بمادة رطنجية زي الجمالكة. وبعد كده طوروا الفكرة نفسها بأن اليابانيين لزقوا من ورا قطعة حرير منسوج من الحرير فوق الورق. بعد فترة شالوا الورقة استبدلوه بورق مجهز عرف باسم البروفيلم. في عام 1918 ظهرت وسائل جديدة عشان نقفل بيها مسام الحريرة بمواد كيميائية ذات حساسية للضوء. أول وأهم حاجة عندنا هو البرواز أو الفريم، أو طبعا هو بيسمى الشبلونة زي ما قلنا لما بيتحط له إيه الحريرة. عبارة عن برواز من الخشب كبير 10 سنتي من كل الجوانب عن التصميم اللي هيتعمل جواه، وبيتم جمع البرواز بالنقر واللسان عشان نتأكد من ان البرواز متين. لابد ان سطحه يكون مستوي، الزوايا بتاعته قايمة، يصنع الاطار بتاعه احيانا من الخشب او من علب معدنية عند الطباعة الآلية في المصانع زي المصانع بتاعت المسطحات الخاصة بالسيراميك والإيشاني اللي بتطبع سيراميك وإيشاني. هنشوف هنا باشمهندس محمود ازاي بيشد الحريرة، او ازاي بيشد الشبلون الحريرة على الإطار عشان يجهز الشبلونة للعمل. باشمهندس محمود من الناس اللي هي النشيطة اللي هي دايما بتعمل يعني وسائل تعليمية للناس وللطلاب. هنا بيقول لنا احنا محتاجين ايه، الادوات اللي احنا محتاجينها في الجزء اللي فات. لازم تكون الاطار مستوي نظيف من كل ناحية، ما فيهوش اي نوع من انواع الرايش، وانا بشد القماشة او الشبلون لابد ان انا اتنيها عشان الاطراف بتاعتها ما تنسلش، ولازم ان اتأكد ان الخطوط بتاعة النسيج متعامدة على بعضها، يعني في تعامد من اللي هو السدة واللحمة، وبدبس بالدباسة اليدوية، وطبعا في دباسات كهربية يعني دي في انواع الدباسات. خدتوا بالكم ان هو دبس من النص الاول، بصوا اهو هو بيعمل الصنعة يعني على ابوها زي ما بيقول، شد خفيف، تأكد انها مستوية، شد كويس، ومن النص يبتدي ان هو زي ما احنا شايفين كده يدبس. اللي عمله في الاماكن اللي هي الاضلاع القصيرة هيعمله في الاضلاع الطولية للاطار، وبرضه لازم بيتأكد من الشد، وبيشد طبعا زي ما احنا شايفين كده بحنية، يعني ما شدش لغاية ما تتقطع من الحريرة، ويدبس برضه من المنتصف، وهيلف الشبلونة، وبرضه بيتأكد ان القماش بيشد، وبعد كده يتأكد ان القماش متني، ويبتدي ان هو يقوم بتدبيس الشبلونة ايضا. دي الطريقة الصح عشان اشد حريرة على شبلون. بعد كده بقى ابتدي ايه، اخد الجناب جنب جنب وابتدي اشتغل واشد الاجزاء اللي قدام ايه بعضيها زي ما احنا شايفين الباشمهندس بيعملها اهو. اهو دبس الجزئية دي اهو، خلاص بيفنش الجنب اللي ايه اللي قدامه ده اهو، لغاية ما يوصل للزاوية اهو. بدأ يعمل ده في كل الجوانب زي ما احنا شايفين، وبعد كده راح مدبسها من الجناب كويس قوي،
كده بقت عندي شابلونة جاهزة انها تدهن بالمادة الحساسة ويتنفذ عليها تصميم عشان تكون جاهزة للطباعة. برضو يصح طبعا انه في الاخر هنا يجيب اللي هو السلوتيب العريض ويلزق الاطراف بتاعت الشابلونة من الداخل بسلوتيب ايه عريض. عندي بعد كده الدباسة الكهربية ومسامير التثبيت. مش الدباسة الكهربية بس، احنا هنتكلم على الدباسة اليدوية والدباسة الكهربية، دي اللي احنا بنثبت بيها القماش في الاطار، وبنستخدم دبابيس الرسم زمان او مسامير صغيرة بيستخدمها المنجد وتسمى مسمار طوزي، وده المسمار اللي هو ليه اللي هو بتاع الصالونات ده اللي بيبقى ليه يعني راس كده عاملة زي الطاسة، او باستخدام دباسة كهربية لسهولة دخول المسمار في خشب الاطار، وتكون المسامير في الجناب مع مراعاة تعامد خيوط السدة مع خيوط اللحمة اللي هي النسيج بتاع القماش، وان تتوازى مع خشب البرواز، وقد تستخدم دباسة يدوية بشرط ان تكون قوية. هنشوف فيديو للدباسة اليدوية شكلها ايه. هي دي الدباسة اليدوية، الدباسة على فكرة دي مش غالية يعني حدود 70 أو 80 جنيه، وهنا بيشد المشط ويحط الدبابيس بتاعتها من اسفل ويقفل عليها كده زي ما احنا شايفين، وتبقى كده جاهزة للعمل، وان هو يدبس بيها زي ما هو عايز. ولازم يعمل عملية تجربة اهو. دي الدباسة اللي هي اليدوية. طب نشوف الدباسة الكهربية، هي تشبه الدباسة اليدوية، ماشي، تشتغل بالكهرباء، دي بتتحكم في اللي هو ضغط المسمار ومدى عمقه في الخشب. وعلى فكرة في نوع منها بقى دباسة تشتغل بالكبس الهواء، يعني الكهرباء حاجة واللي بتشتغل بالمكبس الهواء حاجة ايه تانية. هنا المكان اللي هو بيحط منه زي ما احنا شايفين كده، بيحط الدبابيس بتاعته وبيقفل عليها، وزي ما احنا شايفين يعني هيقوم بعملية يعني تطبيق كده يتأكد انها شغالة كويس وانها بتدبس. طبعا يجي يدبس هي مش هتدبس، لان هو قافل الايه الامان بتاعها، ليها امان، فتح الامان جرب دبست الامان ده عشان يأمن ما يلعبش بيها طفل. عندي سكينة فرد المادة الحساسة، وبنستخدم باغة لفرد المادة الحساسة على سطح الشابلونة وتسطيحها على وجهي الشابلونة. يعني احنا لما بنيجي نفرد المادة الحساسة على شابلونة السلك سكرين بنفردها من الامام ومن الخلف، وبعد ما بخلص بحطها على رف للجفاف تمهيدا لاجراء عمليه تسمى عمليه التصوير الايه الضوئي. نشوف الفيديو بتاع استخدام سكينه فرد الماده اللازقه، اهي سكينه اهي من الباغه اهي، دي مش الماده اللازقه معذره انا اسف، الماده الحساسه للضوء. الماده بتدهن بيها الحريرة بتاعة الشابلونة من الوش ومن الظهر، ودي اللي هي بعد ما تتحسس بالضوء مسام الشابلونة كلها بتتسد ما عدا في مكان الايه التصميم. طبعا هو بعد ما عمل كده واستخدم المادة لازم لابد يقفل علبة المادة الحساسة كويس ويحطها في دولاب التصوير عشان تجف، اما يكون الدولاب ده مزود بدفاية او مزود بمراوح هوائية عشان المادة تجف. وزي لو بصينا كده هنلاقي عمل ايه هنا، بصوا كده معايا عشان ما تلزقش في الرف،
ما تلزقش في الرف. بصوا في بيحطها على يعني كعوب عالية كده لونها أبيض، اللي هي دي يحطها على الأجزاء الخشبية، يعني ما ينفعش يحطها على الرف على طول، وإلا إلا هيجرى هتلزق وهي لسه طرية كده في الإيه الرف. نيجي لدولاب التصوير. ودولاب التصوير ده بيتعمل من الكونتر، وبيكون اكبر من مقاس الشابلونه بمقدار كافي، وبيتكون من جزئين. الجزء العلوي بتاعه متغطي بإزاز مصنفر، بيعمل على توزيع الضوء اثناء عمليه التصوير، وفي لمبات فلورسنت دلوقتي بقوا بيستخدموا لمبات موفره، كل 15 سنتي بيحط لمبه، وكذلك بيحط برضو لمبه حمراء لاستخدامها في الضبط قبل عمليه التصوير، لان مواد التصوير مش بتتاثر بالضوء الاحمر، وفي مواد تصوير مش بتتاثر بالضوء الاخضر لكن بتتاثر بالضوء الابيض. وبيركب على جهاز دولاب التصوير ده او جهاز التصوير مفاتيح التشغيل. الجزء السفلي منه ليه ضرفتين ورفوف بيتحط عليها الشابلونه، بيركب على احدى الجهتين دفايه ومروحه للعمل على سرعه جفاف الماده الحساسه، وفي بعض الورش بيخصصوا دولاب مستقل لحفظ وتجفيف الشابلونه، وبيستخدم السلوتيب كشريط لاصق لتثبيت الشابلونه من الداخل اثناء العمل. نيجي هنا نبص كده، هو ده دولاب التصوير. هنا ده ازاز، غالبا ساعات بيكون ازاز مصنفر، يعني ما نشوفش اللمض اللي تحت منه لكن نشوف الضوء. بيبقى تحتيه قلنا 6 لمض من الفلورسنت، دلوقتي بيستخدموا لمبات ليد ولمبات موفره، ودي 3 مفاتيح، كل لو فيها 6 لمض كل مفتاح بيشغل لمبتين، ومفتاح بيشغل اللمبه الحمراء او الخضراء اللي هي ما بتاثرش في المواد الحساسه. تحت بقى في ارفف، الارفف دي بيحطوا عليها الشابلونه بعد ما يدهنها بالماده الحساسه، وجزء تاني بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه دفايه او مروحه عشان تساعد على جفاف الماده الايه؟ الحساسه اللي تم دهنها على سطح الشابلون. هنا فوق بيبقى فيه غطاء من الخشب، الغطاء ده بيكون غالبا في المكان ده بيبقى فيه قماشه سودة او بيبقى فيه طبقه ورقيه من اللون الاسود بتنزل على الازاز اثناء تحسيس الشابلونه عشان خاطر تمنع الضوء ان هو يتشتت او يخرج بره جهاز الايه التصوير. عندي منضده للطباعه، دي بقى اللي بيطبعوا بيها القماش الكبيره، اللي بيطبعوا حاجات كده زي الملايات بتاعه السرير، زي القماش اللي هو ايه كبير خالص، ودي بتكون ترابيزه طويله بطول القماش المطلوب طباعته، خاصه في اقمشه المفروشات والستاير، متغطيه بسفنجه وفوقه قماش او مشمع لسهوله الضغط بالشابلونه عند الطباعه عليه. ويقسم القماش ده بالقلم الرصاص او اجزاء بيبقى فاهمها جدا الفنان او الفني اللي هو بيشتغل في هذه العمليه من الطباعه، انه بيبقى مقسم الطباعه بتاعته لاقسام متساويه لطول التصميم عشان يقدر يشتغل ومن غير ما يدخل التصميم في بعضه زي اللي احنا شايفينها دي. هنا بصوا دي الترابيزه اللي بيطبعوا عليها الاقمشه الطويله، شايفين الشابلونه بعرض الترابيزه كلها، وشايفين الترابيزه طويله قد ايه. هناخد بالنا ان هم في ايديهم اللي هو السكواتش او الراكل اللي هم بيسحبوا بيه اللون قصاد بعضيهم، هناخد بالنا ان هم لما بيجوا بيشيلوا الشابلونه عشان يطبعوا بيها ما بيحطوهاش في المكان اللي جنبه اللي جنبها على طول، لا هم عاملين علامات هم شايفينها بيبعدوا بيها مسافه معينه ويحطوا اللون،
زي ما احنا شايفين كده يطبعوا مع بعض اهو. وخدوا بالكم عارفين ده ايه؟ ده مجفف، ده مجفف اهو بينور كده، ده مجفف، ده بيجفف بلمبات حراريه بتتحط فوق التصميم ويجففوا يجففوها. يجوا بقى وبعد كده يحطوا الشابلونه يطبعوا بيها الاماكن اللي هم سابوها ايه؟ سابوها فاضيه، ولابد ان هم يمسحوا وينظفوا اثناء وهم شغالين. بصوا بيحصل تطابق للتصميم اهو، حطوا الشابلونه في المكان ده ويطبعوا اهو، والمجفف بتاعهم بينقلوه على كل مكان بيطبعوه. ادي المفهوم بتاع منضده الايه؟ الطباعه. عندي بقى لوحه الطباعه المتحركه ذات المفصله، دي لوحه الطباعه العاديه، ودي بتستخدم في طباعه المشغولات الصغيره زي النتائج والاجندات والاعلانات الصغيره، ايضا طباعه الاعلام وطباعه الشارات وما شابه ذلك. بتتكون من شابلونه مسبب بها جناحين مفصله، الترابيزه مسبب بها الجناحين الاخرين المفصله، هنشوفها دلوقتي، وفيها تقل لحفظ الشابلونه مرفوعه عند الاستعداد لوضع السطح المراد طباعته. واحيانا بيستبدل هذا التقل بحامل جانبي. الورش اللي بتقوم بطباعه المجسمات المرتفعه زي غطيان العلب بتقوم بتصميم ترابيزات خاصه متحركه يسهل تحريك الشابلونه ورفعها او خفضها بما يناسب ارتفاع الجسم الذي سوف يتم طباعته. شوف الفيديو ده كده اهي، هنلاحظ هنا ان هو هيطبع دي الشابلونه، هو هيطبع التصميم بتاعه ماشي. خلينا مركزين مع الجزء ده كمان اللي ورا ده اللي هي المفصلات. طبعا لازم بيشوف امتزاج اللون كويس جدا 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 اللي هو هيطبع بيه عشان ما يسيلش معاه. بصوا بيعمل ازاي، يحط اللون ازاي على خفيف كده اهو، ويجيب مسطره الطباعه اللي هي هتكون اخر معده اسمها راكل. هذه المسطره هوقف هنا كده، المسطره دي عباره عن قطعه من البلاستيك او الخشب ومشقوقه من النص، بتحط فيها قطعه من الكاوتش او المطاط ومثبته بمسامير من الجانبين. يسحب اهو اهو، احيانا بيرجع اهو، يرفع. بصوا المفصله هي اللي بتخليه يرفع الشابلونه بطريقه عاديه جدا جدا اهي اهي. طبعا الشنطه اهو، ثبت المفصله في اجزاء اهي بيدخل فيها المفصله، وهيطبع اللون التاني. شفنا لما طبع الورده طبعها بلون ابيض، هيعمل لها بقى ايه زي كده اطراف حمراء. لابد انه بيستخدم شابلونه تانيه مش نفس الشابلونه اللي طبع بيها الابيض، يستخدم لكل لون شابلونه انا اسف مسطره طباعه اللي هو الراكل السكواتش، وطبع وايضا برضو لكل لون شابلونه. يعني ما ينفعش يطبع الابيض او الاحمر بنفس الشابلونه اللي طبع بيها الابيض اهي، وطلعت ورق الشجر ده والظل اللي موجود للمريقات بتاعت الروزيتا. لاحظنا حاجه هنا، ان السطح ده اللي هو سحب منه الشنطه اللي هو بيطبعها، السطح ده كان لازق في الشنطه، الشنطه ما تتحركش، بيبقى محطوط عليه نوع معين من الورق عشان لما اجي اضع حاجه ما تتحركش، واقدر بعد كده ان انا اخلع الايه السطح اللي انا بطبعه بكل ايه سهوله. هي دي اللي احنا شفناها، مسطره الطباعه كان شغال بنوعين في الصوره اللي احنا الفيديو اللي احنا شفناه.
ودي مسطرة الطباعة هي الأداة التي تستخدم لسحب الحبر أو الألوان الخاصة بالطباعة على سطح الشابلونة، وهي أداة بسيطة تتكون من مقبض من الخشب صلب زي الزان أو الأرو، وطبعا حاليا بدأوا يعملوها بالألمونيوم، وبدأوا كمان يعملوا يعني أجزاء من البلاستيك وعليه يعني غطاء أو شريحة من الألمونيوم تثبت به المسامير لمسك شريط المطاط. وعندي شريط المطاط الشفاف الكاوتش المتوسط الصلابة، الحافة بتاعته بتكون حافة ناعمة ما فيهاش خدوش، ويصنع من مادة لا تنتج كهرباء استاتيكية نتيجة الاحتكاك بقماش الشابلون، عشان دي ممكن تأثر على الايه الطباع. ادي الشكل بتاعها، واحنا شفناها رؤية العين منذ قليل في الفيديو السابق. والقطاعات بتاعتها في قطاعات من اسفل بتكون بهذا الشكل، ممكن تكون مربعة كده من تحت زي دي، وممكن تكون بالشكل ده، وممكن تكون مشطوفة شطفة مايلة، وممكن تكون ليها عاملة زي العجلة كده فيها الجزء اللي هو الدوران ده، وممكن تكون يعني شانفر يعني الجزء الحاد اللي موجود في الزاوية ده مشطوف شطفة خفيفة، وممكن تكون قطع بتاعها قطع مثلث. والقطاعات المختلفة دي بيستخدموها حسب حجم الشابلونة وحسب المادة اللي هما بيطبعوا بيها اللون بيطبعوا بيه، وحسب الكثافة بتاعة الايه اللون. ويعني هنا يبقى احنا خلصنا الموضوعين اللي احنا كنا بنتكلم عليهم النهاردة. احنا اتكلمنا النهاردة استكملنا الطباعة الغائرة، استكملنا المعدات بتاعتها اللي هي كنا شغالين عليها في الحلقة السابقة. بعد كده اتكلمنا على الطباعة بتاعة المعدات اللي هي الطباعة البارزة والأزاميل اللي بتستخدم في الطباعة البارزة. والطباعة البارزة قلنا انها بتستخدم على طبقتين، بتستخدم على مشمع من اللينوليوم او تستخدم على الخشب. لو عملناها على طبقة لينوليوم، هذه الطبقة بتثبت على سطح خشبي عشان يديها نوع من القوة أثناء الطباعة بعد ما بعمل لها عملية التحبير. وأيضا شفنا إن الضوافر أو الأزاميل اللي بيتم الحفر بيها سواء على الخشب أو سواء على اللينوليوم. وأيضا اتكلمنا على نوع مهم جدا من معدات الطباعة اللي هي معدات الطباعة بتاعة السلك سكرين اللي احنا لسه منتهيين منها حالا. وإلى هنا تنتهي حلقتنا بإذن الله تعالى. كان معكم دكتور عمرو الدمرداش، قطاع التعليم الفني.